14,000 وقت ذاك من الوحدات السكنية اللي لا أكثر أكثر، عم بحكي ما بين مهدم هدم كامل وما بين متضرر غير قابل للسكن قطعنا 100,000 إذا بنحسب العنوانين. طيب هذه العيال كلها خارج بيوتها مهجرة، هي بدأت ترجع. طيب شو بدنا نعمل؟ هذا كنا قاعدين أنا والحاج قاسم والحاج عماد ومجموعة من الإخوان، طيب خلينا من هلا نفكر شو بدنا نعمل. فطلع معنا فكرة انه نحن هذا اللي سميناه وقتها مشروع الايواء، والذي ليس له سابقه في التاريخ البشري، مش بتاريخ الدول والاحزاب والحركات المقاومه، تاريخ البشري هذا ما صار. تخلص الحرب مثلا، توقف وقف اطلاق النار الاربعه، لجاننا التنظيميه والتنفيذيه جاهزه، اربعه خميس رجال ونساء وكل التنظيم تبعنا بيتصلوا باصحاب البيوت الناس المهجرين وبنقدم مساعدة مالية، وما بنعمل تضييقات صعبة بالملفات لأنه ما واضح بيت مهدم، أهل الضيعة بيعرفوا بعضهم. نقدم مساعدة مالية للناس اللي بيته مهدم بالكامل، نعطيه إيجار لمدة سنة، بيروح بيستأجر بيت لمدة سنة لأنه خلال سنة مفترض يعيد الأعمار، وبنعطيه مبلغ ليأمن عفش بيت مثل ما بنقول من قريبه، يعني يقعد شوي كريما لهذا. والناس اللي لا بيوتهم ليست مهدمة بالكامل يمكن أن يرجعوا إلى بيوتهم، نساعدهم مباشرة بترميم بيوتهم، بدوا حيط بدوا سقف بدوا شباك وتعويض عن الأثاث. طيب هذا بده مبلغ كبير من المال. وقتها الحمد لله يعني الوضع المالي جيد بإيران، وكانت تتزكى وقتها سعر النفط عالي، الأمور كانت أحسن بكثير من هلأ. طيب مين بده يروح على إيران؟ مين بده يحكي مبلغ مش صغير يعني؟ حاج قاسم علي أنا هذا أعتبره مسؤوليتي. المسؤولين بالجمهورية الإسلامية اللي أخذوا هذا القرار وعلى رأسهم سماحة السيد القائد اللي حمل هذا الملف وتابعوا راح فيه على إيران وجاب الإمكانات المالية الضخمة اللي قدرنا استوعبنا فيها كل هذا المشهد، كان أخونا الحاج قاسم سليماني.